ربيعة اللي يحبك ما يشرطلكش لا دراهم ولا وقت. كانت باينة على اللي ما شفتهاش. اللي تبع قلبه هكذا يصرى له. طيب المشهد مازال فيه نهايه جميله، معليش ما شفناهاش، ولكن حكيم زلون في هذا المشهد انا نعتبره من افضل المشاهد تاع البطحه. مره اخرى وليد بوشباح يخرج من الممثلين الوجع في عمق الكوميديا، يعني خصوصا الحاله الخاصه الحاله العاطفيه. كنا شفنا في الموسم الاول حاله علاقه خاصه بين لازو وربيعه، في الجزء كاين علاقة أخرى. مهما كان سيد علي اللي هو حكيم زلوم يعترف بأنه استغلالي يوظف المال باش يتقرب من ربيعة، ولكن يبدو لي بأن الاستغلالية الأكثر منه هي ربيعة، يعني أكثر منه لأن عارفة باللي لا تبادله المشاعر. بصح كانت تستغله حتى الحلقة تاع اليوم لما جاب لها كل شيء في البوتيك كما قالوا هما، ومع ذلك قدمت اللاز على أساس أنه خطيبها. فعلا هذا هو اللي صرا له اللي تبع قلبه. واش الجميل قد يعني في هذه اللقطه في كذلك اسقاط على الاجتماعي. الحب لا يشترى، لان قال لك نكسب لا يباع ولا يشترى يا فيصل. لا يباع ولا يشترى. المشاعر خاصه القلب اللي نا بالمال كنت تاكل على المال، ولكن يبدو انه لم يوصله الى طريق انا علاه كنت باغي نشوف اللقطه الاخيره عذرا فيصل، معليش ما جابوهاش لانه ركب في السياره تاعو والمخرج اعطانا مشهد توديعي. مانيش عارف هل سيظهر سيد علي فيما بعد من ولا يعود. اعتقد بانه هذا اخر مشهد تاع حكيم زلوم وسيد علي، وقد لا يكون يعني. بصح المشهد في الختام تاعو لما ركب السياره وودع البطحه بهذه الطريقه وهو شبه منهار فبلباسه هذا المثير للطريقه للجدل، فكان مشهد ختامي وكانه يودع البطحه ويودع ربيعه، ومع ذلك قالها كي تحتاجيني عاودي عيطي لي. فالمشهد جميل جدا. وفي البطحه هذا وكما قلت انت قدا مع وليد بوشباح الدراما كوميديا سوداء، ان هذا هو في كل مره وليد يعني يكشف لنا جانب الخفي او العميق، اللي انا ما ننساوش رانا ولينا الوراء رانا باش نفهموا واش صرا فيما بعد. اليوم فهمنا على الاب تاع ربيعه على ولا ما يهدرش، وفي كل مره يجبد لنا هذا الجوانب الدراميه شخص بعد شخصيه بعد شخصيه. صحيح نبيله. فيما يعني تكمله لواش قالوا فيصل، يعني شخصيه نحينا من شخصيه ابن العم وظهرت اليوم شخصيه الراقي اللي هو بوتشيش اللي هو بوتشيش بوحجر، اللي يعتبر ايضا من يعني المسرحيين والكتاب ومخرجين مسرح الكبار اللي غابوا على الساحه الدراميه تقريبا من مسلسل الرحبه سنه 1998. نعاودوا نشوفوه فقط في هذه اللقطه اللي دارها وليد بوشبع، وراه حتى في انتقام الزمن يعني محتاجين مثل هذه القامات تاع المسرح. الراقي جيبوا لنا صوره الراقي باش تعرفوا المشاهد على واش انا نهضر. وبحجر بوتيش مكون كذلك. نعم ايوه هذا هو يعني تحيه ليه وتحيه للناس اللي يعني الوليد اللي راهو يجيب من خزان المسرح ويحط في الدراما، وهذا ما تحتاجه الدراما الجزائريه. بحجر بوتشيش مخرج مسرحي وعنده مدرسه تاعو جمعيه اعتقد في حمام بوحجر ولا موشنت، يكون شباب كما تكلمنا على جاه الدين الهناني على العمري كعوان. بحجر بوتشيش كذلك يكون شباب في المسرح وممثل بارع. عديد من المسرحيات كما خاطيني مع احمد رزاق، كما بوستيشه، كما كثير من المسرحيات. يعني تحيه الوليد وتحيه بحجر.